رئيس قسم النسيج الآلي، نتعرف على حضرتك. سلمان الرجماني، الله يحييكم. أستاذ سلمان، نريد أن نتعرف على هذه الآلة وكيف يتم صناعة جزء من نسيج الكعبة، الجزء الأساسي يعتبر هنا، نتعرف على هذه المرحلة. طبعا احنا الآن أمام ماكينة نسيج الجاكار، بحيث أنه هذه الماكينة ماكينة نسيج مزودة بجاكار بحيث يعطينا النكش على القماش كما ترون. طبعا المنقوش عليه كلمة يا الله يا الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا ديان يا منان، كامل هذه التسبيحات، كامل ثوب الكعبة المشرفة بهذه التسبيحات. طبعا المصنع مصنوع هذا الثوب من الحرير، من أفضل وأجود أنواع الحرير تستخدم لثوب الكعبة المشرفة. طبعا في أيضا عندنا قماش قطن اللي هو بطانة، لأي قماش يستخدم لثوب الكعبة المشرفة من الحرير يكون له بطانة أيضا من القطن. ما طول هذا النسيج وما عرضه؟ طبعا عرض الشريحة هذه متر بطول ارتفاع الكعبة اللي هو تقريبا 14.5 متر. فقسم آخر أيضا هناك يتم عملية التجميع هذه الشرائح أو هذه الطاقات على كل جنب للكعبة على حدة. كم قطعة أو كم نسيج منسوجة بتتكون منها الكسوة الشريفة؟ 47 قطعة من هذا الشكل، 47 قطعة كامل ثوب الكعبة المشرفة، ويتم عملية تثبيت المذهبات في الثلث العلوي لثوب الكعبة المشرفة. هذه الكتابات هل هي تتغير من فترة لأخرى أم أنها كتابات ثابتة؟ طبعا هذه كتابات ثابتة ولا تتغير إلا بأمر سامي. يتم طباعتها من جهاز كمبيوتر؟ طبعا هذه النقشة موجودة داخل هذا الجهاز الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر بيترجمها عن طريق هذه الشبكة اللي أمامكم اللي يمر من خلالها خيوط الحرير لترجم كنسيج تنسج كنقش على القماش. مشاهدينا الكرام، نحن الآن على صعيد عرفات في مشروع من المشروعات المهمة لتسهيل مهمة ضيوف الرحمن وأداء مناسك الحج بشكل سلس. هذا المشروع يهدف إلى تعبيد طريق بمشاه ممر مشاه مرن. نتعرف على تفاصيل هذا الممر، طوله، تفاصيل خاصة به وكيف سيسهل مهمة الحجاج مع المهندس العباس الحازم. الله حييكم. وأنتم الآن تقفون في مشعر عرفات على الرصيف المطاطي المرن المطور للمشاة. الحمد لله، يعني استهدفنا أن يكون الممر هذا مريح للحجاج أثناء المشي في أوقات التصعيد والنفرة من جبل عرفة، جبل الرحمة في عرفة باتجاه مزدلفة. المساحة الإجمالية في المرحلة الأولى هي 15000 متر مسطح بطول كيلو كامل وبعرض 15 متر. أيضا استخدمنا في تقنية أخرى اللي هي تقنية تبريد الأسطح الأسفلتية، واستطعنا الحمد لله تحقيق تخفيض درجات حرارة بنسبة 20% تقريبا من 12 إلى 13 درجة مئوية. الآن يتم تجريب هذا الممر في هذا الموسم، في الأعوام القادمة ما الخطة المستهدفة؟ إن شاء الله الخطة المستهدفة هو التوسع في هذا الابتكار الفريد من نوعه، وأيضا التحسين عليه أكثر إن شاء الله بحول الله. كل هذا يعني دعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لراحة وحجاج بيت الله الحرام.